هنا في وزارة الصحة كان الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان. بشكل مفاجئ غير وزير الصحة وجهته، وبدلا من التوجه للمستشفى حيث الاشتباه بحالة إصابة توجه لمقر وزارته. بعد تبيان نتيجة فحص البي سي آر للمريضة التي عزلت البارحة من على متن الطائرة القادمة من مدينة قم الإيرانية، وتثبت لنا منذ حوالي ساعة في ظهيرة هذا اليوم إيجابية الفحص لهذه المريضة. وأعلن وزير الصحة عن وجود حالتين أخريين يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا، وصلتا مع المصابة على متن الطائرة الآتية من قم الإيرانية. إضافة إلى تلك السيدة حالتين suspected case مشتبه بهما، ونحن نقوم بالإجراءات حسب توصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة المختصة. الحسن نفى وجود حاجة لإعلان حالة الطوارئ، لكن ما لم يقله الوزير جاء على لسان ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان. امبارح في عندك 100، وقبلها بيومين في عندك 3-4 سيارات، يعني في عندك شيء 500-600 واحد. It's not possible انك تعمل حجز للكل. بات الخبر رسميا إذن، والتجول في الشوارع يعكس مدى قلق اللبنانيين. مواطنون يرتدون الكمامات خلال تجولهم، وسط خشية من انتشار فيروس لا يبدو أن القطاع الطبي قادر على مواجهته في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. أعلن هنا في وزارة الصحة عن أول إصابة بالكورونا، وعلى بعد أمتار يتم حجز المصابة في المستشفى الحكومي، فيما يخشى اللبنانيون من أن تكون هناك إصابات أخرى دخلت إلى المطار ومنه إلى الأراضي اللبنانية. علي رباح، التلفزيون العربي.